مرحبا يا ماما، أنا شفقت لك كتير. أنت رحت بهالشهر الفضيل لأن الطاهرة مؤمن، روح الطاهرة كل يوم عم اشتقلت أكتر من يوم، أنا وأبوك وأخواتك. الله يسهل لك، الله يغفر لك. زين، كان ولد طيب وكان خدوم، كان محب، كان الكل يحبه، ونحن ربيناه على هالشي، ربيناه على حب الناس، ربيناه على العطاء، انه دائما يساعد دائما هي، وكان كثير يساعد، كان اي جار يعني يقدم له اي مساعدة، حتى الاطفال يحبوه. يعني انا بتذكر عندنا جار، عندنا طفل صغير ما عمره صف اول، يعني وقت استشهد زين انا انزل على المقبره اشوف باقه ورد من هاي اسمها زينه، تقول والله انه تنزل تاخذ له باقه ورد على قد ما كانت تحبه. يعني الشهادة ما في يعني أعلى قمة في الحياة وفي الآخرة. الشهادة يعني ما حدا وصف أفضل ما وصف القائل خالد حافظ الأسد: الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. الشهادة الله، الشهداء الله سبحانه وتعالى بيصطفيهن من خلقه، وما في في أغلى من إنه واحد يقدم روحه فداء الوطن مشان يتسجون. الشهادة تخلي الإنسان في سجل الخالدين، يتخلد اسمه. الله بيحبه للشهيد وميزه عن سائر مخلوقاته، يعني وحط للشهداء بمرتبة مصاف القديسين والصالحين. يعني كان يحب كثير الجيش، فكبر وفورا أول ما أخذ الشهادة ماما رح سجل بالجامعة، قال لا أنا بدي أروح على القلة، أنا بحب الجيش. نحن يعني عائلة محبة للوطن، يعني نحن حمت القلب على الكل، كلياتنا انبسطنا. يعني يقولوا لي ما بتخافي على قلة؟ لا، يعني الوطن بده عالم تضحي من شانه، وابني وابن كل هالولاد اذا ما هني ضحوا من شان الوطن بده يضحي، والحمد لله. وهو نفس الشيء كان هيك محب للوطن، ما قلنا انه حمت اللي يشوف شهيد يقول هذا العز، هذا اللي هي انه لازم نستشهد من شان الوطن. استشهد بنفس الشهر اللي خلق فيه، خلق ب 26/6/1994، واستشهد 14/6/2016. في حادثه هي ما بتروح من بالي، جاي من الكليه متخرج ولبس بدله خروج، شاف ان جيراننا ما يدوسوا تراب، ما بعرف اذا بتعرف هيك يطينوا السطح، شلع على البدله ونزل يساعدني. يعني كان محب كثير، كان خبر استشهاده يعني صعب. هي الشهاده حلوه، وانا يعني كثير بعتز بشهادته، ودائما مساء عند غروب الشمس برمضان بقول له يا ماما انا يعني بعتز بشهادتك، والحمد لله انك استشهدت لانك انت بتستحق لها الشهاده. انا تمنيت يعني ما بحق تاخذ الشهاده، الفرقه صعبه كثير. وبعد وفاته بفتره في ملازم كان معه، ملازم مجند معه اجازه جامعي، قال لي انا قاعد انا وامه هون ولا جاي؟ ما جايب واحد معلم سلم، قال لي عمو، قلت له جاي مسافه وهيك بتفطر؟ قال لي لا، اول شيء بدنا ننزل على القبر نقرا فاتحه. قال له بيتين من الشعر، يعني قال له: انقلت لرجال عظام، بدي اقول لك اياها. قال له وقف على القبر، قال له: كنت للكل مثل الكون متسعا، فهل يحدك هذا القبر وعجبي؟ وليشهد الله كم لقنتنا أدبا، وكم علوت على عرش من الأدب. كل أمهات الشهداء إنه كل أم تفتخر بابنها الشهيد وتحط وسام على صدرها وتعتز فيه،
صحيح بوقت صعب، بس الحمد لله أنه الله أكرمنا بشهادتي، ونحن لازم يعني لازم نضحي مشان يضل هالوطن، ولأنه يعني إذا يعني راح الوطن نحن ما بقى في إنه شيء يعني.